واضح بأن هنالك استهدافات، هنالك قتل 18 شخصا بين قتيل وجريح من هذا الانفجار، كذلك استهداف لمقر تابع للفرقة السابعة للجيش العربي السوري، والواضح أن الاستهداف لقيادات في الميليشيات الإيرانية وغيرها. هل نحن أمام نوع من التصعيد سيد بولس هنا في ظل تطورات المفاوضات النووية بشكل عام؟ مساء الخير. نعم، أعتقد أن ما يجري هو عبارة عن حرب سرية، يعني منذ أكثر من عام تقريبا، بين المحور أو ما يسمى المحور الإيراني وبين إسرائيل، والدليل على ذلك سلسلة الغارات التي تسجل من حين لآخر سواء في سوريا أو حتى التفجيرات الغامضة التي تحصل في مراكز لحزب الله في لبنان أو حتى عند الحدود اللبنانية العراقية السورية، وأيضا داخل الأراضي الإيرانية سجل الكثير من الانفجارات الغامضة الغير ودون أن يكون هناك تغطية إعلامية وتفصيل وتقارير أمنية حول طبيعة هذه الانفجارات. هذا كله يشير إلى أن هناك حرب سرية تجري خلف الطاولة بشكل غير معلن، وكأنما هي استراتيجية جديدة اعتمدتها إسرائيل بعد حرب تموز 2006 ضد المحور الذي ينتمي إليه حزب الله من لبنان، ويضم أيضا ميليشيات أخرى في سوريا والعراق وصولا إلى الحرس الثوري في إيران. طبعا الانفجار الذي حصل في إيران وأدى حسب بعض التقارير إلى مقتل 18 مدنيا، أو لا يوجد تقارير إذا كان هناك مدنيين أم عسكريين، يعني لا يزال طبيعته غامض حتى اليوم. يعني السلطات الإيرانية عادة تتكتم على مثل هذه الانفجارات أو على هذه الأحداث ولا تصدر اي بيان. هذا التكتم هو كافي لشرح ما حصل بالفعل، وهذا السكوت المدوي كافي لكي نعلم ان هذه الانفجارات تستهدف عمق الحرس الثوري الايراني وتستهدف عمق المشروع الايراني في المنطقه كما اشرت في اكثر من دوله في الشرق الاوسط. ولكن استمرار هذه الانفجارات مع استمرار أن حقيقة إيران توسع نوويا كما هو واضح على مستوى منشأة نطنز النووية، هي تفاوض بقوة كبيرة جدا في المفاوضات النووية، والآن تمتلك صواريخا دقيقة كما تحدث السيد حسن نصر الله في خطابه أيضا يوم أمس. يعني لا تعتقد هم يتقدمون؟ لا يهمش، لن نتأخر أبدا، بل نحن نزداد أصرارا على التحدي ضد إسرائيل وضد الولايات المتحدة الأمريكية. ألا تعتقد أنها فعلا لا تغير شيئا هذه التفجيرات التي تجري في الداخل أو الضربات التي تجري ضد الفصائل الإيرانية بشكل عام؟ يعني بطبيعة الحال كون لا يوجد تغطية أو نقل أو اعتراف بهذه الضربات لا يمكن جزم إذا ما كانت هذه الضربات لا يكون لها مفعول كبير جدا أو حتى يعني تسبب أضرار مباشرة على منظومة الحرس الثوري الإيراني وميليشياته في المنطقة. ولكن حتى إسرائيل تستمر فيها هي أكثر من رسائل، وهي أبعد من فقط توجيه يعني كصندوق بريد، هي ضربات أمنية. أمس حسن نصر الله عندما طلع في إطلالته الأخيرة واعترف أنه يمتلك صواريخ دقيقة تصنع في لبنان وطائرات مسيرة، اعترف بأن ما يستهدف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية هي عبارة عن صواريخ استراتيجية كاسرة للتوازن الاستراتيجي في المنطقة. يعني هذا دليل أن إيران كانت تسعى منذ سنوات، أقله بالثلاث سنوات الأخيرة التي يعني نسمع فيها هذه الضربات، أن ترسل إلى حزب الله سلاحا نوعيا يعتبر مغيرا للمعادلة العسكرية القائمة، وفشل حتى الساعة. لذلك تم الذهاب باتجاه مشروع التصنيع في داخل لبنان. يعني لو قال حسن نصر الله أنه بالفعل يملك مصانع لصواريخ دقيقة، يمكن القول أن هذه الصواريخ ستظل بدائية، كون المصانع في لبنان برغم يعني برغم من ادعاءاته لن تتطور الى درجه تصبح كصواريخ يعني فعلا منافسه للصواريخ الاسرائيليه او الصواريخ الامريكيه او الروسيه، ستظل بطبيعتها بدائيه وستبقى يعني فعاليتها محدوده. وايضا نعلم ان اسرائيل تمتلك القبه الحديديه في دفاعها عن اراضيها، وبالتالي هذه الصواريخ هي عمليا او هذا الاعلان هو رسالة إيرانية عبر لبنان إلى المجتمعين في فيينا. عندما تصل الأمور في أي مفاوضات إلى تصعيد، يعني أن الأمور باتت في مربعها الأخير، يعني أن الأمور إما ذاهبة على فشل تام إما ذاهبة باتجاه نجاح، ولكن مؤشرات الفشل تزداد يوما بعد يوم. بعد يعني كلما زاد ضغط إيران وكلما زادت هذه الميليشيات استعارا في المنطقة، كلما تبين أن إيران يعني تفشل في التفاوض مع الغرب.
رأينا كيف قبل إعلان حزب الله عن امتلاكه تلك الصواريخ ذهب بهجوم مباشر على المملكة العربية السعودية وتحديدا الملك السعودي. هذا التصريح هو في الواقع نيابة عن إيران. فحسن نصر الله اليوم بعد مقتل قاسم سليماني بات يلعب الدور الذي نفسه يلعبه قاسم سليماني، أي المسؤول عن المشروع الإقليمي أو الجزء العربي من الحرس الثوري الإيراني. لذلك يمكن قراءة السياسة الإيرانية من خلال خطابات وإطلالات حسن نصر الله المستمرة، ومن خلال هذه يعني من خلال ما يكشفه من جديد. أولا يعني ما يدل على التصعيد ويدل على أن الرغبة الغربية أن أي اتفاق مع إيران لن يمر إلا بموافقة المملكة العربية السعودية ودول الخليج هو الهجوم اللفظي الذي شنه على السعودية في الأسابيع الماضية. واليوم الاعتراف أن هناك صواريخ وهناك طائرات مسيرة قادرة على ضرب العمق العربي هي رسالة ليست باتجاه إسرائيل بقدر ما هي رسالة باتجاه العرب وباتجاه الدول الخليجية أن حزب الله قادر أن يسير طائرات مسيرة باتجاه الأردن أو باتجاه العراق أو باتجاه المملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول. هذه الرسالة التي أرادها إيصالها حسن نصر الله من خلال هذا التصريح، وبالتالي هي موجهة إلى العرب والخليج الذين حتى الساعة يخفون عسرة أمام إمكانية إيران يعني تنفيذ او يعني توقيع اتفاقها النووي في فيينا بالمواصفات او بالشروط التي تريدها.